تكونوا في احسن الاحوال ومرحبا بكم مره اخرى عندي في القناه. اليوم فيديو جديد. هذا الفيديو هذه غادي نشارك معكم طريقتي في تحضير البقلاوه التركيه بالكاوكاو. تابع معايا المقادير والطريقه. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو نصف كيلو ديال الكاوكاو او الفول السوداني اللي كيكون محمر ومطحون مزيان. بالنسبه للبنات اللي هنايا في هولندا انا دائما كنستعمل هذا ديال البرتاين اللي كيكون بلا ملحه وكيكون مقلي. في الحقيقه المذاق ديالو رائع، داير بحال هذاك الكاوكاو البلدي ديال المغرب اللي بالقشور الاحمر، نفس المذاق وبطبيعه الحال كيجي ساهل مقلي، يعني غير كنجيبوه وكنطحنوه. غادي نحتاجو هنايا مع زوج معالق كبار ديال السنيده، وعندنا زوج معالق كبار ديال الماء الزهر، كذلك زوج معالق كبار ديال الزبده، ملعقه صغيره من القرفه والقليل من المسكه الحره، وغادي نحتاجو الورقه ديال الفيلو والعسل بطبيعه الحال. بالنسبه للعسل اللي بغى يستعمل القطر في بلاصه العسل يقدر يستعمله. هنايا اول حاجه غادي نبدا بها غادي ندير الزبده الدوب. كناخذ واحد الانيه اللي غادي نخلط فيها الكل. كنوضع الاول الكاوكاو وكنضيف عليه السكر. بالنسبه للسكر طحنته مزيان مع المسكه الحره. كيف ما كتعرفوا المسكه الحره فاش كتكون قليله ما غاديش تطحن بحدها في الطحانه، كنضيفوا عليها السكر وكنطحنوهم بزوج. وغادي نضيفوا الملعقه الصغيره ديال القرفه، كنضيف زوج ملاعق كبار ديال الماء الزهر والزبدة حتى هي من بعد ما ذوبتها. وكنجمع الخليط مزيان حتى ينسجموا لي جميع العناصر مع بعضهم. هنايا من بعد ما تجمعت لي العقده كيف ما كتشوفوا كتجي العقده ديالنا كتجي مجموعه، يعني نقدروا نشكلوها كيف ما بغينا. بالنسبه لهذا الكاوكاو هذا البلدي كيكون ميدم كيف ما كتعرفوا، على داكشي انا درت فيه يلا زوج معالق ديال الزبده. الا كنتو تستعملوا الكاوكاو الرومي تقدروا تقليوه في الزيت او تضيفوا له، الا كنتو حمرتو في الفران تضيفوا له كميه اكثر من الزبده حتى كتجمع لكم هذيك العقده وتقدروا تشكلوها كيف ما تبغيو. وغادي ناخذ القليل من الحشوه هنايا نخدمها مزيان في يدي باش ما تفتتليش، وغادي نشكل نبقى نحربل فيها هكا على هذا الشكل باش نشكلوا قطبان هكا رقاق. المهم هو انه هاد القطبان هادو يكونوا متساويين في الحجم باش يجونا كاع الحبات ديال البقلاوه يجيو في نفس الحجم. المهم انا غادي نستمر على هذا الشكل هذا حتى غادي نسالي العقده كامله اللي عندي. العقدة ديالي من بعد ما شكلتها على شكل قطيبة طوال كيف ما كتشوفوا، حاولت انني نديرهم على نفس الحجم باش يجيونا كاع الحبات نتاع البقلاوة متساويين. غادي نخليهم جانبا وغادي نغطيهم بالفيلم اليمونتير باش ما تنشفلناش العقدة. وغادي نمروا هنايا الورقة ديالنا. وفي الاول غادي عفوا ندوب الزبده، سمحوا لي غلطت ما حطيتها لكمش في المقادير. الزبده باش غادي ندهنوا الورقه ديالنا غادي ندوبها. هي الزبده من بعد ما ذوبتها حاولت انني نصفيها، خليت داك الزبده داك الحليب عفوا اللي كيكون لتحت حيدت منها غير داك الفوقاني باش ما تضيعناش الورقه. هنايا بالنسبه للورقه دائما انا نتاكدوا ان سطح العمل يكون ناشف تماما ولو قطره ديال الماء. كما كتعرفوا انا ورقه الفيلو غير قطيره ديال الماء صافي كتعجن وكتضيع. هنايا كيف ما كتشوفوا معايا انا خديت زوج ورقات. وبالنسبه للورقه من بعد من ما كناخذ هذوك الورقات كنرجعها في الميكا باش ما تنشفش وتضيع لنا. كناخذ الزبده وكندهن الجانب الاسفل كاع ديال الورقه هكا بالزبده. شويه على هذا الشكل هكا. عاد كنوضعوا الحشوه كيف ما شفتوا، يعني ما كنوضعهاش في الجانب الاسفل وكنقلب عليها هذه الورقه على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. وهنايا غادي ندهن قليل من الزبده
كنرجع كنلويها على هذا الشكل هذا هنايا بلا ما غادي نبقى نضيف الزبده، لان كيف ما كتشوفوني واصله حتى لهنايا دهناها من قبل. وغادي نقطع بالموس على هذا الشكل هذا. غادي ندخلها للفرن وغادي نوضع من فوق الطبق وكنستفوها هنايا على هذا الشكل. غادي نوضعها حتى للقنص ديال الصني ديالنا على هذا الشكل هذا مباشرة على القنص. وغادي نرجعو نعاودو نشكلو وحدة أخرى كيف ما سبق وقلت لكم. كندهنو الأول بالزبدة كناخذ العقدة، يعني إلا تهرست لكم العقدة راه ماشي مشكل، يعني تحاولوا غير تلاقيوها بيديكم على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. يعني كتجي صعيبة فاش كنشكلوها طويلة، فاش كنهزوها كتقطع. وهنايا كيف ما سبق قلت لكم دائما نخليو هذا المغسو هذا باش نقلبوه عليها على هذا الشكل هذا. وكندهنوا بالزبدة هنايا وكنبقى نرولي فيها حتى غادي نكمل هاد الورقة هادي. وغادي نوضعها في الصني، نحاول انني نوضعها مباشره ملصقه هذيك اللي كنت صابتها في الاول على هذا الشكل هذا. نلصقو حبه مع حبه، يعني ما نخليوش الفراغ بيناتهم. المهم غادي نسالي على هذا الشكل هذا حتى غادي نسالي العقده اللي عندي كامله، وغادي نوريكم الطريقه منين. بعد ما ساليت الكميه كامله اللي عندي كيف ما كتشوفوا ملي كنت كنصوبهم ضروري ما نغطيهم بالفيلم اليمونتير ولا بشيميكا غذائيه باش ما ديك الورقه ما تنشفلناش وتبقى تفرتت. هنايا غادي نزول هذا الفيلم اليمونتير وغادي نرجع ندهنهم من الفوق بالزبده. نحاولو أننا ندهنو كاع الجوانب في واحد السكين، وبالنسبة للسكين من الأحسن أنه يكون ماضي باش ما يعذبناش في التقطع. وكنحاولو أننا نقطعوهم على هاد الشكل هذا. المهم كتبقى الحجم ديال البقلاوة ديالنا كتبقى على حسب الرغبة ديال أي واحد كما تبغيوهم، يعني الا بغيتوهم صغار ولا كبار، المهم على حسب الرغبه نتاع اي واحد. هنايا كيف ما كتشوفوا معايا بعد ما ساليت التقطاع ديالهم كنحاول ان يكونوا متساويين في الحجم ديالهم على هذا الشكل هذا. هنايا غادي ندخلهم للفرن على درجه حراره 180 درجه، غادي يطيبهم من الفوق ومن التحت. بالنسبه للعسل انا خويته هنايا في واحد الكاسور، غادي نديره يسخن واحد شويه وغادي نضيف عليه المقدار تاع واحد الملعقه كبيره ديال ماء الزهر باش يخفف لنا شويه البقلاوه ديالنا. من بعد ما خرجتها من الفرن كيف ما كتشوفوا اللون ديالها كيجي على هذا الشكل هذا، خليوهاش تحمر بزاف. هنايا بالنسبه للعسل كما سبق وقلت لكم انا كنت درته على النار شويه يسخن باش يتطلق، وخليته حتى برد تماما لان البقلاوه كيف ما كتعرفوا راها سخونه، وغادي ندير من فوقها العسل الاحسن يكون هو بارد. غادي نديرها نغطيها كامله بداك العسل ونخليها تشربه مزيان حتى كتبرد، عاد غادي نزولها من الصينيه ديالنا. وكناخذ البيستاج المحكوك وغادي نديره من الفوق، يعني كيبقى على حسب الرغبه. اي حاجه كانت عندكم تبغيو تزينوا بها تقدروا تزينوا، سواء باللوز ايفيلي ولا بالكاوكاو مهرمش او اللوز، وحتى
حتى بالنسبة للعقدة تقدروا تستعملوا أي نوع آخر من المكسرات، سواء اللوز أو الجوز يجي فيها رائع، ولا حتى البيستاش. غير أنا كنفضلها بالكاوكاو أو اللوز، كتجي رائعة في المذاق ديالها. بالكاوكاو ولا الجوز أو القرقع كتجيني أنا أحسن من اللوز. المهم كيبقى على حسب الرغبه ديال اي واحد. كيف ما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل. هنايا غادي نخليها حتى تشرب مزيان داك العسل، وغادي عاد نهزها من الطاوه ديالنا. ملي تشربت لينا العسل كنزولوها وكنديروها في الكويطات على هذا الشكل هذا. كيف ما كتشوفوا انها كتشرب العسل من الداخل وحتى من التحت. كيف ما كتشوفوا كيدخل فيها حتى لتحت، وكتجي كيف ما كتشوفوا مقرمشه، وداك الكاوكاو الداخل كيجي مع اللي كتجي رائعه في المذاق. نتمنى تجربوها وتنال اعجابكم، والى عجبتكم اكيد ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم، والى فيديو اخر ان شاء الله، ومع السلامه.